السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في قناتكم للحجامة فاطمة الزهراء. يسعدني ترك إعجاب أو تعليق إذا كانت هذه أول مرة راك تزور فيها هذه القناة. الموضوع اللي غادي نطرقوا له اليوم اللي هو يعني بعض الأسئلة غادي نحاول بقدر الإمكان أن نجاوب عليها، اللي هي موضوع الغدة الدرقية. هل الحجامة هي مفيدة للغدة الدرقية؟ وهل هي يعني كي نقولوا الغدة الدرقية يعني إذا كانت نشطة ولا خامرة، يعني واش هي أعراض اللي يعاني منها الإنسان لأصحاب الغدة الدرقية النشطة، وما هي الأعراض، يعني كيفاش يعرف روحه بلي الغدة الدرقية هذه إذا كانت نشطة ولا خامرة. يعني نحاول اني نعطيكم معلومات بسيطه وفي نفس الوقت باش تكتشفوا يعني واش هو دور الحجامه في هذا في موضوع نتاع الغده الدرقيه. اول حاجه يعني هذه الغده الدرقيه هي يعني موجوده فوق القصبه الهوائيه اسفل الرقبه، وهي عباره عن شكل فراشه، يعني الشكل تاع هذيك الغده اللي موجوده في فوق القصبة الهوائية عبارة عن فراشة، تنقسم إلى ثلاث أقسام، يعني الفص الأيمن والفص الأيسر وفي الوسط. هذه الغدة تتحكم في معدل نبضات نتاع القلب، وتتحكم في ضغط في ضغط الدم، وتتحكم حتى في حرارة جسم الإنسان، وتتحكم كذلك في الوزن. يعني هذه الغدة يعني تعطي هرمونات تساعد وظائف الجسم في الوظيفة تاعها. فإذا كانت هذه الغدة الدرقية إذا كانت نشطة، يعني الإنسان يولي معرض لبعض المشاكل اللي غادي نقول لكم ما هي أعراض الغدة الدرقية إذا كانت خاملة، وما هي أعراض الغدة الدرقية إذا كانت يعني نشطة، يعني تخدم. أول حاجة غادي نطرقوا لها اللي هي لما يحدث كسل ولا خمول ولا قصور في الغدة الدرقية، يعني هذه الغدة الدرقية كما توليش تخدم ولا يكون فيها خلل، يعني تؤدي إلى مشاكل وتؤدي يعني إلى بعض الأعراض اللي غادي نقول لكم واش هي. يعني الأعراض اللي تصيب المريض اللي تكون عنده مشاكل ولا قصور ولا خمول في الغدة الدرقية، يعني هذاك الشخص يحس روحو بالإرهاق. أول حاجة يعني الإرهاق، الشعور بالبرد، يعني هذاك اللي يكون عنده الكواتخ ما يخدموش أملاح، يعني هذاك الشخص دائما يحس روحو بالبرد، حتى يكون في فصل الصيف سيحس روحو بالبرودة في الأطراف ولا في الجسم تاعو. كذلك يعاني من الإرهاق، الزيادة في الوزن، كذلك نبضات القلب، يعني هذيك المريض يعاني من مشاكل في نبضان تاع القلب. يعني كما هذيك الغدة الدرقية تكون بطيئة وتكون خامنة ما تخدمش نيشان، فالأعضاء المسؤولة على هذيك الغدة يعني ما توليش تقوم بالمهمة تاعها. الانتفاخ في الوجه، يعني من ضمن أعراض تاع الكسل ولا خمول الغدة الدرقية انتفاخ في وجه المريض، ألم المفاصل والعضلات. كذلك هذه اللي تهمنا، يعني عدم انتظام الحيض عند المرأة. وبالمناسبة يعني هذه الغدة الدرقية يعني النساء هم الأكثر عرضة بالإصابة بهذا المرض، يعني مقارنة بالرجال. والغدة الدرقية يعني هذه تأثر على المرأة، يعني بزاف من يعني الأخوات راهم يجوا هنا المركز نسقسيهم إذا كان عندهم الكواتخ ولا لا. يعني هذه الغدة الدرقية مسؤولة على عملية الإنجاب، مسؤولة كذلك على تنظيم الفترات ولا تنظيم مدة تاع الحيض. يعني الكواتخ مسؤول على عملية الانتظام تاع الدورة الشهرية، وتأثر كذلك حتى بالنسبة لعملية الإنجاب، وتأثر كذلك بالنسبة للولادة. يعني غادي نقول لكم ما هي الأعراض. يعني الغدة الدرقية لها تأثير على الحمل، المرأة إذا كانت حامل وهي عندها الكواتخ تأثر لها على الحمل تاعها، وكذلك تأثر لها حتى ولو فاتت مرحلة الحمل تأثر لها على عملية الولادة. يعني
في أغلب الأحيان بعض النساء يعني يصابون يعني بالإجهاض بسبب هذا النشاط ولا الخمول نتاع الغدة الدرقية. كذلك يؤثر على الجنين حتى يعني إذا فاتت المرحلة يعني تاع الولادة، الجنين اللي غادي يزيد غادي يكون النمو تاع هذاك الجنين يعني يكون نمو يعني تأثر على النمو العقلي والنمو البدني، يعني هذيك الجنين ما يكونش كامل، يعني هذه غير الغدة الدرقية نشوفوا يعني نشاهد التأثيرات تاعها السلبية على الجسم الإنسان. يعني نروحوا دوك المرحلة الثانية اللي هي يعني نشاط ولا فرط في نشاط الغدة الدرقية أو زيادة النشاط في الغدة الدرقية. يعني شاه الأعراض اللي يصيب شاه الأعراض اللي يتعرض لها ذلك المريض، يعني فقدان الوزن أول حاجة، يعني الإنسان يفقد الوزن تاعو، زيادة في الشهية تاع الأكل، تسارع في نبضات القلب، التوتر والقلق والتهيج، يعني هذيك الإنسان يحس روحو بالهيجان، الارتعاش، يعني باش تعرف بلي هذاك الانسان عنده وضع هذه الغده الدرقيه يعني تخدم ولا عندها نشاط زياده، يعني ارتعاش في اليدين، زياده التعرق، تورم على مستوى الرقبه يعني بشكل ملحوظ تلقى الرقبه تاعو يعني من منتفخه، ضعف العضلات، صعوبه في النوم. كذلك مشكلة في العينين، يعني اللي عنده مشاكل في الغدة الدرقية ولا زيادة النشاط في الغدة الدرقية يعني ترى العينين تاعو يعني جحوظ، يعني تلقى عينيه خارجين، يعني هذاك الكواتخ هو اللي يؤدي هذا الجحوظ العينين. مشاكل في القلب كذلك، كان بعض يعني هذو والمرضى يعانون من هشاشة العظام، كذلك هذاك المريض اللي يكون عنده فرط في نشاط الغدة الدرقية يعاني من مشاكل تاع تساقط الشعر. كل هذه الأعراض اللي سبق لي قلتها عفوا هذو الأشخاص اللي يعانوا من نشاط الغدة الدرقية. ما علاقة الحجامة في مشاكل الغدة الدرقية؟ الحجامة تساعد في ترطيب هرمون الغدة الدرقية، يعني كاين نقاط معينة يعملها الحجام يعني على المريض، تساعد المريض باش ترطب الغدة الدرقية، وتساعد كذلك في تحسين الحالة النفسية، يعني تزيد ترفع الهرمون تاع الاندروفين. كذلك الحجامة تساعد في اخراج الاحتقانات والتكتلات الموجودة، يعني هذيك الاحتقانات والتكتلات التكتلات الدمويه الموجوده في الرقبه ولا موجوده في اماكن تاع الغده الدرقيه، الحجامه يعني تساعد باش تخلص من ديك الاحتقانات، وبالتالي الدم هذاك تاع المريض يكون نوعا ما يعني شويه نقي. يعني ان شاء الله تكونوا استفدتوا يعني من هذه المعلومات ولو بالقليل. إلى هنا تنتهي حصتنا اليوم، على أمل أن نلتقي في الحصة القادمة بإذن الله. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء في الحصة القادمة إن شاء الله.